سالم سهيل خميس الدهباني، علي سعيد اليبهولي الظاهري، بدر خميس محمد مباركو، شيبة حاضر خميس العبيبي، علي سعيد سالم الخاطري، سيف سعيد غباش المري، عوض خلفان بالعامري الكتبي، عبد الرحمن حسن عبد الله الزعابي، سيف عبد الله العسعوسي الحفسي، مصبح سلطان مصبح الكتبي، عبد الله ابراهيم كاسين الطريجي، راشد احمد سيف النقبي، احمد سلطان علي الحمادي، احمد سلطان عبد الله الشيبه، فؤاد صديق القاسم الخوري، هلال سيف عبد الله البلوشي، علي عبد الله علي الشحي، خليفة الشيخ أحمد عبد العزيز المبارك، ناصر عبد الله ميرزا محمود. بوي تعرف أن عندي ربيع يحارب في اليمن؟ التحق بآخر دفعة راحت. عادل صديق. عندك ربيع يحارب في اليمن؟ منو اسمه؟ راشد إبراهيم سيف. اسمه سالم سعيد. ما اعرف قبيلته. محمد سيف محمد البعيد. قبيلة الامارات يا ولدي. فريد علي بلال سالم. خليفة عبد الرحمن محمد الرئيسي. عبد الله محمد سيف النقبي. محمد علي محمد الحفسي. علي راشد البيض الشبيلي. سليمان عبد الله محمد العمري. حشر مسفر راشد العبيبي. سلطان سالم خلفان السويدي. سيد ابراهيم محمد الظاهر. خبيث خبروا من هنا وانا ما يخصر. وبنحنا اللي تناوشنا الايادي، عرق ما ينبض على داره نقصه، ان زرع العوايد للعوادي. خبروا من هنا وانا ما يخصر. وبنحنا اللي تناوشنا الايادي، عرق ما ينبض على داره نقصه، ان زرع العوايد للعوادي. خبروا من هنا وانا ما يخصه. وبن احنا اللي تناوشنا الايادي، عرق ما ينبض على داره نقصه، ان زرع العوايد للعوادي. يا خصيم الدار شوف وموت قصه، شو رايك اسجلك في الخدمه الوطنيه؟ لا ابوي انا اخاف. تخاف؟ عيال رفيجك اللي سار اليمن ما قال انا اخاف. الريال ما يخاف يا عبد العزيز. هذه أول مجموعة يتم تجنيدها من الرجال بين سن 25 و30، وهم يبدأون فترة 3 أشهر من التدريب الأساسي في واحد من المعسكرات 5 للخدمة الوطنية الموجودة بالإمارات، معسكر سيح الحمى، لمدة 9 أشهر. سيضع هؤلاء الشباب حياتهم ومهنهم قيد الانتظار كي يتدربوا ويخدموا ويحموا. مجموعة من المدنيين الغرباء على وشك أن يصبحوا مجموعة من الإخوة. واجب على كل مواطن الدفاع عن وطنه، والدفاع عن وطنه يبدأ من الدفاع عن نفسه، وعقب يدافع عن عائلته، وعقب يدافع عن مجتمعه، وعقب يدافع عن بلاده. ولكن كي ينجحوا عليهم أولاً أن يتقنوا مهارات البقاء.
من عيني هذه قبل هذه، كان مفروض نهتم فيه من قبل بس قصرنا. زين يا ريال، سمعت الرمس منك. شوف، أول ما يبتدي التسجيل مر عليه وودي وياك، وقبل التسجيل أي مكان أروح أبشله وياي، بس أخاف أمه تضايق وتعترض. يا ريال شو عليك، من أمه لا بتضايق ولا بتعترض، توكل على الله. أنت توكل على الله. إن شاء الله يا بوي، أنت تأمر أمر. نحن ركز على الثقافة البدنية أو الثقافة الصحية، ما ركزنا على اللياقة. قلنا الثقافة هي تثقيف الناس كيفية عالية أكلهم كيف، وكيف النظام الغذائي مالهم مربوط بالجانب البدني. هذا الأسبوع في أبناء الإمارات، قطع المجندون ثلثي الطريق في التدريب الأساسي وهم يظهرون علامات تحسن أكيدة. أنا كنت أول شيء فترة كنت ضعيف، عقب رديت متنت، ولين حاليا بصحة، أني أحس أني حالة صحية ممتازة الحمد لله. إن برنامج التدريب البدني الخاص في المعسكر يعطي المجندين ذوي الوزن الزائد نظرة جديدة للحياة. كنت داخل المعسكر 227 والحين 190. إن مهاراتهم في الجوجيتسو تتقدم، سواء متطور للأحسن، ويخضع مجندو الفصيلة الأولى وعليه عليك يا أمي خربوك. عزوز شو تطالع؟ بيبي عزوز. هلا أبوي، قال لك اسمي عبد العزيز. وأسفين غلطنا عليكم عبد العزيز، أسفين. كنت كتكوت صغيروني، شو حالاتك؟ حشي أبوك، مو بعصة هذه يت على ظهرك غيرت كذا بثمانية وتسعين درجة. لبرنامج تدريب بدني خاص يتضمن حميات مصممة خصيصا وبرامج مميزة للياقة البدنية. يمارس المجندون تمارين إجهاد الدورة الدموية وتمارين أثقال أكثر من المجندين الآخرين، ونتيجة لذلك فقد فقدوا وزنا ملحوظا بعد شهرين فقط في المعسكر. أقول أبويا هلا. نعم. تعال أنا بوصلك. أبوي إبراهيم، اسمع أقول لك، المشي حسنات ورياضة. أدري حسنات ورياضة، بس أنا أبغيك في موضوع. تعال وياي. تعال. أنا عندي كلمتين أبغي أقولهم لك عن ولدك عبد العزيز. شو ولد عبد العزيز؟ ما في شيء الحمد لله، لكن يا أبوي اللي سويته وياه لو إنه يا متأخر زين، بس هلا هلا في الولد، أخذوه بالتدريج. يا إبراهيم عبد العزيز ما بصغير، عمره 19 سنة بس، ياهل العقل، عقل ياهل. معلوم لازم بيكون كذا، لأن الولد ما احتك بالناس، ما طلع، أنتوا أهملتوه. لا طال عمرك، أنا وصيت أخوه يوديه يسجل في الخدمة الوطنية. يا سلام عليك، هذه بشارة طيبة ما شاء الله. عيل مدام كذا أبوي، أنا عندي واحد من الجماعة وإن شاء الله بوصي عليه. إزاك الله خير. يستاهل، يستاهل ولدنا عبد العزيز. وأنت إزاك الله خير. هي شفت كيف؟ طبعا هذا اللي أباه، اللي يسمع كلامي بس. أكيد شفت حساباته، صدق وأخيرا. الحمد لله سنابه وإنستغرامه تنظف. متى؟ فرحتني. زين يلا فمالا. سلامة. صدق عزوز ولد مدروه بيسجلونه في الخدمة الوطنية؟ مايا أخويا اسمه عبد العزيز. طزوز طلع ولا نزل، ولد بدروه بيتم خبزه في لبن.
يلا قوم انقفضي دشي المطبخ، شغالة اليوم مريضة، يلا انقفضي. الله يهداك يا أمي، الغيرة وما تفعل، والله يكون في عونك يا أبوي. كان طفل كيوت بريء، أقعد الصبح ما شاء الله عليه وهي مبتسم ملائكي، دمروا منو غيرهم بعد، عيال أودو وأبوهم. شرية يا ربية، زين زين برايت الحين هذا وصل أبوه، يلا برايت عقب أكلمك. أنا بغنم عليك يا أبوي. شخبارك يا سيف؟ ما قصر، خلص كل الإجراءات، والأسبوع الجاي إن شاء الله بلتحق بدفعة جديدة من الخدمة الوطنية. كفو. لا كفو ولا شياته، حرام عليكم اللي تسوونه فيه، هذا ياهل. ماي أنا مو بياهل. هذا وين بيتحمل الحر خبرني. تعرف بلا عين إيش حمر أنتي؟ كنت أصيح طول الليل، أنا ما رقت ياسا أفكر في عزوز. الله يخليك لا تودي. الحين عاد اللي يسمعش يقول إنه بس يحملوه على ظهره يوانا عيش، غير تدربوا في الحر وتخرجوا واستوى ريال يشد بهم الظهر. وأنا ريال يا أبويا. وامي لو سمحتي اسمي عبد العزيز مو بعزوز. زين عبد العزيز زين، لكن اعرف انا هذا شعور منو، هذا شعور هدوء عيالها ما يبون يرتاح. اسمع اقول لك، ما عليك من ربسه امك، باكر بشوفك متخرج بتفرح وبتغير رايها اكيد. مبروك مبروك يا تاج راسي يا عبد العزيز، تستاهل، وينك ما شفتك. الله يغفر له ويرحمه ويتقبله من الشهداء. زين أقول سلامة، يقولون عزوز ولد بدروه حصل على المركز الأول. هي مايا أخوي عبد العزيز حصل المركز الأول. ما شاء الله يستاهل، الصراحة يستاهل، بس البركة في سيف، هو اللي علم السنع ويلسه ميلس ريايل، ولا هذا وين عنثره. بلاش تضحكين، ليكون كلامي مو بعيب إنك. أحسنت. جيتك عمي؟ بارك الله فيك. أقول لك سيف، وين أخوك عبد العزيز؟ عمك إبراهيم يبغى يبارك لك. سار يعزي هالربيعة سالم سعيد، استشهد في اليمن. هو يتعرف أن عندي ربيع حارب في اليمن؟ التحق بآخر دفعة راحت. عندك ربيع حارب في اليمن؟ منو اسمه؟ اسمه سالم سعيد.
ما أعرف قبيلة. ما أعرف قبيلة. قبيلة الإمارات يا ولدي. يا ولدي الله يرحمه ويغفر له ويتقبل إن شاء الله من الشهداء. يا ريال لو قال لنا إن شاء سنة نعزي وياه. أي والله صدقت، الله يرحمه ويغفر له ويرحم كل شهدانا. يا أبوي شر خبرتنا نسير نعزي، هذا واجب علينا كلنا. فاك طيب يا عمي، المسا إن شاء الله بنسير وبنعزيهم. جزاك الله خير أبوي عيلان، أنا طالب منك طلبة وقول تم. تم حفلة تخرج عبد العزيز علي أنا. ما يحتاج يا ريال، هي عليك عليك، ترى حسبة ولدك بارك الله فيك. الله يهديك يا أبوي، كأنك لما صدقت. هو صادق، حسبة ولدي وأنا يا أبوي أبوكم. إن شاء الله حاضر. كفو يا عمي كفو. كفوك الطيب، عاد أنا بترخص عنكم الحين. يا أخي اسمع، لا تنسى تمر علي المساء نسير نعزي. إن شاء الله يا عمي. يا ربي في مال الله. حياك الله يا إبراهيم. سامحيني يا الغالية، كنت في عزة أهل ربيعي الشهيد سالم سعيد. عيل دامك خلصت؟ يلا تعال بهديت رياك. بروح مكان وبتعشى عندك المساء إن شاء الله. إن شاء الله، والله يحفظك ورد لك لي سالم غانم. أمل راشد علي المقبالي، عيسى إبراهيم حمد البدواوي، محمد إسماعيل محمد يوسف، فهد علي محمد أحمد، سعيد راشد مبارك رويشد النيادي، محمد خالد محمد الحامدي، محمد سعيد راشد الصريدي، محمد سعيد محمد الخاطري، محمد علي حسن الحوسني، وليد محمد علي الياسي، وليد أحمد علي الضنحاني، يوسف حسن يوسف العبيدلي، غالب عامر صالح، يوسف عبد الله عيسى العلي، أزاع راشد محمد الكعبي، خميس راشد غاصب العبدولي، أحمد هبتان نور البلوشي، محمد خلفان عبد الله السيابي، هادف حميد مانع الشامسي، سلطان سعيد محمد المزروعي، يوسف سالم علي الكابي، We'll be right back.
بزيناهم إلا لليوم ومثله، ما بزيناهم إلا لليوم ومثله. إي حن كلنا بموت، لكن حد يموت علي عز وحد يموت علي خسارة. سيدي، أنا أحد أفراد الوطن، حاصل على المركز الأول في المهارات العسكرية في الخدمة الوطنية. استشهد صديق لي في ميدان الشرف، وهو ضمن إخوتي جنود الإمارات الذين يسجلون البطولات تلو البطولات لإعادة الأمل في اليمن. وأتمنى سيدي أن أحظى بموافقتكم الكريمة وكل رجاء للالتحاق بهم للأخذ بثأر صديقي سالم سعيد وكل الشهداء. ودمتم للوطن عزا وذخرا. ابنك عبد العزيز عيلاي سيف. سيدي.